بسم الله أبدأ تمامي معاكم. النهاردة هاخدكم نتغدى سوا برا البيت في مطعم جميل جدا. احنا خلصنا امتحانات تالتة اعدادي وبعد توتر الامتحانات قررت نخرج ونتغدى برا البيت ونغير جو. هنا مطعم ماكسيم فرع الزقازيق. تعالوا معايا نشوف عملنا ايه في المطعم النهاردة وطلبنا اكل ايه. تابعوني. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو وعجبتكم القناة تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد وتعرفوا أصحابكم هم كمان يشتركوا في القناة. يلا نشوف مع بعض عملنا ايه النهاردة. أنا شخصيا بحب اجي المطعم هنا جدا. خليني اقول لكم لو قررتوا تيجوا المطعم هنا هرشح لكم كام صنف تطلبوه وايه احلى اصنف هنا وايه بصراحة ما كانش حلو او ما كانش على ذوقي الشخصي. المنيو هتلاقوه موجود على صفحة المطعم على الفيسبوك والاسعار كمان موجودة في المنيو وبصراحة الاسعار كويسة جدا جدا. الخدمة هنا كمان 5 ستار. الستاف في غاية الاحترام والذوق وده هتكتشفيه بنفسك. يعني مثلا دايما يسألوكي محتاجة حاجة تاني، الاكل تمام، لو مثلا معلقة او اي ادوات وقعت فورا بيجيب لك غيرها من غير ما تطلبي. نظافة المطعم من اكتر الحاجات اللي خلتني احب المكان سواء المطعم نفسه او الاكل، وكلهم في الاستاف لابسين كمامات وفي ما بين كل ترابيزة وترابيزة ترابيزة كمان فاضية عشان التباعد الاجتماعي. المطعم هنا دورين، الدور الاول اللي تحت بحبه جدا وبحب اقعد فيه لانه هادي شوية ما فيهوش ترابيزات كتير، حوالي 9 ترابيزات. اما الدور العلوي التاني اللي فوق فيه ترابيزات كتير جدا وفي تلاجة الديزرت الحلويات وفي كمان الاوبن سلط البوفيه بتاع السلطات. ايه دي المنيو. اول حاجة طبعا هطلبها الملوخية، رهيبة رهيبة رهيبة. بالنسبة للفراخ التشيكن باربيكيو والبيكاتا والفيلي والتشيكن مشروم والتشيكن ماكسيم والكوردون بلو، الفراخ والمشوية والبيكاتا كلهم حلوين. اللي جربته بقى وما عجبنيش التشيكن فيرساي او فيرساي والتشيكن تندوري. طبعا الاتنين من اساميهم اساسا لخبطه. بيبقى صدور فراخ محشيه بسطرمه وجواها اعشاب وتحس ان هي معموله على البخار او زي المسلوقه. انا ما بحبش النوع ده من الفراخ، لازم كل حاجه عندي تكون ويل دان قوي، يعني درجه الحاجه المحروقه. يعني ما بحبش الحاجات اللي هي بحس ان هي مسلوقه او على البخار، مش عارفه بحس ان هي مش مستويه للاخر، والحشو اللي جواها كمان ما عجبنيش. اكتر حاجه كمان بحبها في المطعم وفي السلطات. احنا طالعين الدور الثاني لثلاجه السلطات، طبق ميكس سلط لاي كميه تحطيها في الطبق ده. الكولسلو بالنسبه لي شيء اساسي، البابا غنوج طعمه تحفه ورهيب مميز جدا. في كمان سلطه الزبادي هنا تحفه جدا، سلطه الزبادي، حمص الشام انا شخصيا بحبه جدا، التبوله كمان طعمها هنا حلو، المخلل، الزيتون بكل انواع المخلل، الزيتون عندهم هنا حلو قوي قوي وسط المخلل، للاسف مفيش بصل عندهم مخلل، السلطه الخضراء، سلطه الطحينه، سلطه البنجر كمان ناس كتير بتحبها قوي، سلطه بطاطس وعليها مايونيز، وفي طبعا سلطات تانية بس هي دي السلطات اللي موجوده النهارده في اليوم ودي اللي انا حطيتها في الطبق بتاعي. احنا دلوقتي طلبنا، جبنا السلطه ودي اطباق التقديم. استنى اقول لكم الطبق بتاع السلطه عامل كام. بصوا الطبق السلطه الصنف الواحد بس عامل 12 جنيه، اما لو الميكس 35. يعني انا الطبق ده كله ب 35. بصراحه كان في اصناف احسن من كده بكتير واكتر بس ممكن عشان احنا جايين اخر النهار فالدنيا مش قد كده. بس لا هو بصي هنا الاكل جميل جدا ونضيف وكل حاجه فيه تمام. انا طلبت من المنيو بيتزا سوسيس ميديوم وشيش على الجريل وطبعا ملوخيه. هندوق السلطه دلوقتي مع بعض. انا طبعا يعني مش اول مره اجي هنا فانا عارفه الكولسلو بتاعتهم كانت محتاجه تتخدم شويه، يعني ما فيهاش جزر، قليل جدا الجزر، وكانت عايزه الصوص بتاعها يبقى اكتر شويه، بحس ان هي ناشفه بس هي في المجمل حلو. اوكي ونفاطة الزبادي بحبها قوي، طعمها رائع، والحمص، حمص جميل جدا، المبرة النوب
رهيب طبعا، انا مش قادره اتكلم من الريحه يعني. الملوخيه الميزه كمان اللي هنا بيجيبوا العيش كله مغلف عشان بيبقى جاي سخن، عشان هناكل بيه الملوخيه دلوقتي. انا مستنيه لحظه دخول الملوخيه. الملوخيه وصلت. الملوخيه انا جربتها عندك مره، كل مره اجي او اطلبش الا الملوخيه. للأسف أغنية حسين الجسمي اللي شغالة في المطعم عملت لي مشكلة في الفيديو بتاعي عشان حقوق الملكية، فاضطريت ان انا اقفل الصوت علشان خاطر اشرح لكم بقى طعم الملوخية كان عامل ازاي. الملوخية خضرة مش ناشفة، تقيلة حلوة جميلة عشق، لدرجة ان انا اعرف واحدة صاحبتي لما اكلتها قالت لي الشيف انت الملوخية بتاعتك احلى من ملوخية امي. الملوخية بصوا تشرب بالمعلقة، تتاكل بالعيش ودن قطة. فعلا اللي هيجي يجرب الملوخية هنا مش زي اي مكان تاني، رغم ان انا دخلت مطاعم كتير في القاهرة كباب وكفتة وحاجات زي صبحي كابر وكده، بس الملوخية هنا بجد طعمها مختلف. طريقة اكل الملوخية. ايه ده يا ليلي، حطي فيها ملوخية كمان يا ليلي. ايوه كمان اكتر اكتر اكتر، ايوه كده ودن قطة. ايوه وريني بقى. طبعا اكلنا ملوخيه ودن قطه وغرقنا في الملوخيه وجمال الملوخيه، واكلنا شيش جريل، بس برضو لازم ادوق البيتزا. البيتزا تحفه وجميله، الجبن اللي فيها تحفه قوي، هوريها لكم عن قرب. كمان المقاس بتاعها الميديم، تحس ان هو زي محلات كتير لارج، انا مش عارفه يعني انا حاسه بكده يعني. فتعالى اوريكم بقى الجبن، اوريكم محشيه من جوه. طريقة أكل الملوخية في مكسيم. تعملي ودن قطة كده كده، تاكليها كده. أنا بقى ليلي أنا بجد مش عارفة هما بيحطوا إيه في الملوخية بيبقى طعمها بالروعة دي بصراحة. بجد نفسي أعرف إيه سر الخلطة عندهم. الملوخيه هنا عندهم خضره مش ناشفه، معرفش هي خضره يعني. الشيف عنده طولة بال ان هو يخرط كميه الملوخيه دي، مش عارفه ازاي مش نازله لتحت خالص، مستقطه زي ما بيقولوا. بجد نفسي اعرف هو حاطط عليها ايه بالظبط، عشان حتى ليلي بتقول لي يا ماما نفسي لما اكبر واطبخ اطبخ ملوخيه زي دي. كان نفسي يبقى في مدغمرة عندنا محلات كويسة كده للأكل وأسعارها حلوة وخدمة وناس كلها شيك، والستاف كله بتاع المطعم ناس محترمين جدا. مش أول مرة أجي عشان كده أنا عارفة. إحنا في مرة كنا موقعين حاجات في الأرض اللي هو الفوليوم بتاع الهدية، صراحة ما اتضرروش خالص، قعدوا يكنسوا في ساعتها في وقتها. دلوقتي جالي الريسيت، تعالى نشوف الريسيت كده. زي ما انتم شايفين كده والله الاسعار مش غالية خالص، يعني المية المعدنية الصغيرة بستة جنيه. انا عايزة اقول لكم ان في مطاعم كتير عندنا مطعم تكاوي بتعملها بتسعة جنيه، ليه مش عارفة. الاسعار تحفة يعني، هتيجي تاكلي اكل نظيف وتقعدي قاعدة حلوة وقاعدة مريحة جدا. ميرسي جدا لحضرتك. شكرا شكرا. عايزة اقول لكم ان انا اخدت بقية الاكل كمان معايا. اليوم خلص يا حزنبل واحنا ماشيين. شكرا. اليوم خلص واحنا هنمشي، طبعا واخدين تكاوي معانا، واكيد هنيجي هنا تاني
واحد ما خرجتكم معايا وديتكم مطعم حلو جميل وجربت فيها كان عايز. نعم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.